ايه هي الاسباب الغير معروفة لمشاكل الكلى؟ طبعا الكلى من الحاجات الغالية جدا وألمها ألم شديد جدا، عشان كده في حاجات بسيطة جدا احنا بنعملها كل يوم، الحاجات دي بتدمر الكلى بالتدريج. تمام. الحاجات دي منها التعرض للبرد الشديد، في كثير من الناس بتبقى المنطقة بتاعت الظهر دي مكشوفة، خصوصا اللي بيلبسوا بنطلونات ساقطه تمام واللي ما بيلبسوش فانيلات داخليه، خصوصا بالظبط. فانيلات القطن دي مهمه جدا لانها بتمتص كميه من العرق. احنا بنركب السياره وظهرنا يعرق، بعدين نتعرض تمام للطشه برد، يبدا البرد يدخل حتى جوه الكلى ويحصل لهم من انواع التقلص. تمام اكثر حاجه بتضر الكلى على الاطلاق البرد الشديد اللي بنتعرض ليه، خصوصا لما تكون المنطقه بتاعت اسفل الظهر دي عرقانه. فبننبه ان دايما الناس تلبس الفانيلات القطنيه، وتكون فانيله طويله تغطي الظهر كامل، حتى لو الواحد وطأ او اتحرك كده او كده ما تبقاش ظهره مكشوف. كتير جدا من الناس حتى واحنا بنصلي يلاقي يجي يصلي ظهره يتكشف، ظهر المكشوف. وده غلط كبير جدا. النقطه الثانيه، في كتير من الناس بتمشي على البلاط وعلى السيراميك حافيين. المشي الحافي من الحاجات اللي بتخلي الكلى تنقبض انقباض شديد، وبالتالي تبدا وظائفها تقل، وبالتالي تبدا تتعرض للمرض. اذا بصينا في علم الطب الصيني هنلاقي في بطن القدمين المفاتيح الرئيسيه للكلى. عشان كده كان زمان الناس دايما تعمل حمام ميه وملح للرجلين، وتعمل تدليك لبطن الرجلين، وده كان بيخلي الناس دايما الكليه بتاعتهم سليمه وعندهم استرخاء وعندهم هدوء ومفيش عصبيه. تمام.